الرحلات الصيفية التي تقيمها وزارة السياحة الأردنية. كان إقامة أسبوع الأكل الأردني للترويج السياحي من جهة ولإلقاء الضوء على الموروث الشعبي من الأكلات الأردنية القديمة. تعالوا معنا في هذه الجولة. يعني شوكولاته وجميد، الشوكولاته حلوه والجميد مالح. هي كومبينيشن عمالها بتكون صعب شويه، بس احنا عملنا بالانس بيناته وخلينا الناس تدوقه. كان كثير زاكي، عمالنا بناخذ فيدباك من الناس، كثير لذيذ كثير زاكي. هو جاي بين الجميد الاردني والشوكليت، وعمال الناس اول لحظه تلاقيها انه ملامح وجهها غريبه، بعدين بتستزيغه. كثير زاكي، مبسوطين كثير على الفيدباك اللي عمال ناخذها من الناس. ورهي فكرة كانت بدايتها شوي بتخوف، لأنه ما مش عارفين فيدباك تبعت الناس. بعدين شوي شوي لقينا في إقبال وفي ناس وعماله بيجينا ردود كتير جميلة. فكرة كانت إنه بدنا نجمع بين الإشي برودكت أردني معروف كتير وإشي عالمي، فكان الإشي الأردني اللي كتير اللي بنقدر نعمله هو الجميل، بدنا نجمعه مع إشي عالمي. حاولنا إنه قدرنا نلاقي إنه الشوكليت. انت بتعملي الاكل بالبيت؟ بيت وعلى الطلبيات اللي بطلب بعمل له، على التواصل بعمل مطابق، بعمل كراس ايد معمول، بعمل مخللات. منتجات الجليل هي مأخوذة من منطقة الجليل في فلسطين. طبعا المنتجات كلها طبيعية وهاند ميد. عندنا الزعتر بيجي عادي، بنعمل الزعتر زي القهوة بخلطات زعتر عشان تطلع نكهته مميزة مختلفة عن انواع الزعتر الموجودة بالسوق. في مع كتان وفي مع كاشو وفي فستق حلبي. اليوم المهرجان هذا إشي إحنا كنا دائماً نتمنى إنه نشوفه، وخصوصاً بعمان إنها تكون جامعة كل مناطق الأردن. الأكل المعروف، الأكل اللي إحنا بنحبه نلاقيه كله بمحل واحد. طبعاً اليوم هذه يعني هذا المهرجان فيه دعم كتير كبير لسيدات بيعملوا من بيوتهم. فيعني اليوم مش بس إحنا عمالنا بنحتفل بالمطبخ الأردني والأكل الأردني، كمان عمالنا بنحتفل في تمكين كتير من المشاركين في هذا الاحتفال. اليوم احنا فخورين في قلب العاصمة عمان تستضيف هذا الأسبوع، أسبوع الأكل الأردني. اليوم نلتقي الجميع، كل الأسر الأردنية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، اليوم نستدعي الأكلات الشعبية التقليدية الأردنية القديمة. اليوم نلتقي مع أسر تمكنت اقتصاديا وانطلقت بمفهوم المهن المنزلية. اليوم صار لنا منتج نوعي.